رمضان كريم. اليوم راح نتحدث عن مكتشف فعلا غير حياة العالم وبشكل جذري. هذه المرة نتحدث عن مكتشف غير التعاملات المصرفية والتجارية في العالم. راح نحكي عن الشيكات. راح نحكي عن الشيكات هذه المرة. الشيكات فعلا غيرت حياتنا بشكل جذري. يعود الفضل لاكتشاف الشيكات هذه المرة ليس لعلماء عرب ومسلمين، انما لرجال اعمال اوجدوا ما يسمى بالصك. خلينا نحكي لكم شو يعني الصك. الصك كان هو عبارة عن عقد ملزم لمن يوقعه لقاء أن يقوم بالدفع لقاء حصوله على السلعة في منطقة معينة في مكان معين. في القرن التاسع استطاع أول رجل أعمال مسلم بصرف شيك في الصين لقاء حسابه البنكي الموجود في بغداد، وكان ذلك بداية للتعامل بالشيكات. لماذا أوجدت الصكوك أو الشيكات؟ وذلك بسبب المخاطر الجمة الموجودة في عمليات نقل العملة من مكان إلى آخر في ظل صعوبة السفر.